البوليس غادي يوصلهم بلاغ من عند عامل النظافه وغادي يقول لهم بلي لقيت بنادم طراف في ميكا وسطارو ديال الزبل. هادشي غادي يخلي واحد الاستنفار امني كبير في المكان اللي وقع فيه هادشي، باش يوقفوا على الملابسات ديال هاد الواقعه الشنعاء اللي روعات مديت مراكش ومشي غنديت مراكش بالمغرب كامل. ولكن السؤال المطروح هو شكون اللي طرا لي هادشي وشكون اللي دار هادشي وعلاش؟ قضيه صعيبه، والأسوأ هو اللي غادي تسمعوه ولا كان عندك قل من 18 عام. من الاحسن بلا ما تفرج. قضيه ديال هاد النهار غتمشي بين مدينه مراكش، نهار 2017 السنه 10، واحد النهار من ايام ديال رمضان. غادي يوصل واحد البلاغ البوليس مع عند العامل ديال النظافه، حتى لقاو في حطارو شي ميكات فيهم بنادم مقطع طراف في البلاصه. البوليس قصدوا ديك البلاصه ومعهم الشرطه العلميه. البوليس جمعوا من البلاصه اللي وقع فيها داكشي اي حاجه ممكن تفيدهم بحال بصمات، وصوروا داك الشخص وصيفطوا كلشي للتشريح. جوج اللي لقاو البوليس كانت ناقصه، داكشي علاش البوليس داروا اكثر من جهدهم وفلو اي منطقه قريبه من ديك البلاصه اللي لقاو فيها هادشي، وخاصه كاع الطوارئ ديال الزبال قلبهم، حيت كيف ما الجاني او الجناش لاحوا الاطراف طارو ممكن يلوحوا الباقي في شي طوار اخرين. وفعلا داكشي اللي كان، لقاو في كل طارو جزء من داك الشخص. وفي الاخر ديال النتائج ديال التشريح خرجت بان الضحيه رجل ما بين 60 و 70 عام، وبلي هاد السيد تعرض بزاف ديال الضربات والتكرفيس قبل ما يصفيو عليه، وبلي غادي تكون هادشي شي 4 ايام ولا 5 ايام دابا باش صفيو عليه. وكان هاد الرجل ذو جنسيه فرنسيه وسميتو جاكي مورو، تكون في عمره واحد 47 عام. هاد الشخص اللي وقع ليه هادشي من نهار شاد التقاعد ديالو ولا كيجي مره مره المغرب يدوز فيه داك الشهر ولا شهرين عنده، اللي كان كيجي عند واحد صاحبو سميتو فرانسوا كويفي اللي حتى هو كان فرنسي وكان عايش في المغرب. هاد فرانسوا كان ساكن في واحد البارطمان في اقامه زينب اللي جات في حي ديال كيليز، غير هو كان كيبقى في المغرب فتره طويله، ماشي بحال صاحبو اللي كان كيجي غير شهر ولا اكثر ويرجع بحالاتو لفرنسا. المهم بوليس غير جمعوا هاد المعلومات اللي عندهم وقصدوا فرانسوا، مشى عنده لدارو بقاو شحال هما كيدقوا في الباب ديالو. شويه تخرج عندهم واحد المراه اللي كانت جار ديال فرانسوا، غير شافتهم عرفاتهم بوليس وقالت لهم ياك ما كاين باس سيدي، هما يقولوا لها واش كاين فرانسوا؟ قالت لهم راه سيمانه هادي باش سافر خارج المغرب سيدي، ياك ما كاين باس؟ قالوا لها واش ما بانش هاد الايام شي حاجه ماشي هي هادي؟ قالت لهم اه سيدي. موالف ديما الكلام في هاد الدار، يعني ديما صداع، ولكن غادي تكون هادي شي 5 ايام باش سمعت صداع بزاف عنده في هاد الدار والخوت بالجال بحال شي حاجه ثقيله كتزحم على الارض وصوت ديال الكلب كينبح. وقالت لهم ديك المراه ملي سمعت هادشي تخلعت وخرجت، يلا بغيت ندق عليه ونشوف شنو اللي واقع، حتى تلاقيت مع العساه حتى هو لقيتو عاد طلع لي شوف شنو اللي واقع. شويه وي تقطع الحس ديال الصداع في مره، بقينا كندقوا على السيد ولكن ما حلش لينا الباب. رجعت انا بحالتي لداري نوجد فطوري والعساس حتى هو رجع لبلاصتو، وهادشي هي الحاجه الوحيده اللي جاتني ماشي هي هادي، ولحد الان باقي ما عرفتش شنو اللي وقع. ديك الساعه البوليس داو معاهم الجاره والعساس باش يعطيو الاقوال ديالهم للبوليس. العساس والجاره قالوا البوليس نفس الهضره، وفاش سولوهم البوليس على شكون هو اللي كان كيجي عند فرانسوا بجوجهم قالوا لهم بلي كان جا عنده واحد البنت سميتها امل، وهاد البنت كانت خدامه في حي كيليز في واحد السبيطار وتكون عندها تقريبا واحد 28 عام، وبلي هي عندها الدوبل ديال السوات. وقالت لهم المره فاش كيكون فرانسوا مسافر كتجي هذيك امل هي وصحابها ويبقاو في هذيك الفتره كامله. وقالوا لها البوليس فين كتعرفيها؟ قالت لهم ما كنعرف عليها حتى شي حاجه من غير هادشي اللي قلت لكم دابا سيدي، حيت انا متبع مع واحد الطبيب وكنشوفها خدامه في نفس ديك العياده اللي انا متبع فيها داك الشيء علاش عرفت السميه ديالها. البوليس في البلاصه قصدوا داك السبيطار اللي خدامه فيه امل، وفعلا سولوا على امل حتى لقاوها وداوها معاها الكوميساريه. مشات معاهم وهي متوتره بزاف وباينه فيها مخلوعه، لانها كانت كتقول لهم علاش نمشي معاكم؟ شنو اللي مطلوب مني تدوني معاكم الكوميساريه؟ شنو اللي وقع؟ وديك الساعه البوليس قالوا لها غير واحد الاجراءات عاديه. وغير وصلوا اول سؤال سولوه هو واش كتعرفي فرانسوا؟ السيدة غير سمعات سميتو تخطف ليها اللوان ديال وشها، قالت لهم اه مجرد صديق وصافي. قالوا لها سؤال ثاني واش عارفة دارو فين كاينة؟ فين جات؟ قالت لهم لا لا انا اصلا عمري مشيت لعندو وما عارفاش فين جات كاع. قالوا لها اه قلت شي ما عارفاش فين جات، هي دابا هاد المرأة اللي قدامك كذبتيها والحساس هو كذبتيه حيت قالوا لنا بلي ديما كيشوفوك غادي جاية لعندك السيد. المهم بولي زيرو وشافت حتى عيات وهي تقول لهم في الحقيقة انا وفرانسوا كانت بيناتنا واحد العلاقه، ولكن دابا هو راه مسافر فرنسا. قالوا لها اه راه عرفناه مسافر فرنسا، ولكن جاكي كتعرفيه؟ قالت لي ما جاكي كنعرفو غير معرفه قليله وصافي، بلي هو صاحب فرانسوا
بلي حتى هو فرنسي وحتى هو عاطي فرنسو الدوبل ديال السيروت ديال الدار. هادشي اللي كنعرف ليه يا سيدي صافي. هادشي امال هي اللي كتقول فيه. البوليس شكوا في امال حيت فرنسو كان مسافر الفتره ديال القضيه اللي وقع فيها داكشي، ولكن هي كتحلف وتعاود حتى هي ما عندها حتى شي علاقه بهذا اللي لقاوه بالصفينه لي جاكي. ولكن البوليس ضغطوا عليها في التحقيق بزاف حيت كانت باينه عليها مخلوعه ومخبيه شي حاجه. هنا هي امال شافت حتى عيات وهي تقول لهم ديك النهار كنت صايمه، مشيت للدار ديال فرانسوا غير على قبل شي غرض ورجع بحالاتي، ولكن ملي دخلت الدار انا نلقى جاكي غيتو في الدار ما عرفش امتى جا، حيت كيف ما قلت لكم حتى هو عنده دوبل ديال السوات. قلت لهم قلت لي باردون وبغيت نخرج بحالاتي، ولكن هو تهجم عليا قوة الخوف والصدمه دفعته وطاح وما يجي غير راسو على واحد الفاز ديال الزاج وغير شي دقائق قليله حتى مات بسبب شي نزيف في راسو. امال قالت البوليس بلي عرفت راسها غادي تغرق في الحباسات، داكشي علاش كانت مضطره انها تخبي شتشه والدلائل. جرات فرنسوا للطواليت وقالت لهم قطعتو طراف ودرت كل جزء في ميكا، وكل ميكا كتلوحه في طارو، ورجعت حرقات كاع الوراقي والمعلومات ديال الضحيه ديال جاكي. البوليس قالوا لها هادشي كامل درتي غير بوحدك؟ قالت لهم يا سيدي غير بوحدي. البوليس شكوا في كلامها وعرفوها عاوتاني مخبي عليهم شي حاجه، كيفاش قدرات دير هادشي كامله بوحدها مع ان الضحيه كان صحيح عليها وطويل؟ قالوا لها قلتي لنا غير بوحدك درتي هادشي كامل؟ قالت لهم اه غير بوحدي. قالوا لها حنا عارفين مزيان باللي كان معك شي واحد، ياك ما كذبات علينا جاره والعساس، حيت راه شاهدين لينا باللي ديك النهار كان صداع في الدار والغوت والنباح ديال الكلاب، يعني كانوا معك شي وحدين اخرين. البوليس ما خلاو الامال فين الدور، لان البوليس خدمتهم هذيك وعارفين اش كيديروا. شافت حتى عيات وقالت لهم انا فاش تغلبت عيطت على علاء. قالوا لها شكون علاء؟ وشي دارت علاء؟ قالت لهم عيطت على علاء يغسل معايا دوك الدمايات والحيوطه والسقف ديال الطواليت من الدخان، ولكن راه مالي والو في هادشي كامل، ما كانش عارف بلي هادوك الدمايات ديال بنادم. وعيطت على صاحبتي نورا تجيب طوموبيلتها تعاوني نخرج شي زبل من الدار، حيت هي ما دات ما جابتش اشنو اللي كان في الميكا. ومن بعد طلبت منها تمشي معايا لمحل ديال التليفونات باش نبيع واحد البي سي ديال جاك وبعتو ب 500 درهم. هنايا البوليس قصدوا نورا وعلاء جابوهم، قدر يعرفوا ان علاء في واحد الفتره كان في علاقه غير شرعيه مع امل، كان علاء كيعرق وينشف غير بوحدو. وقال لهم والله ما ليا شي حاجه في هادشي كامل، وقال لهم نفس الهضره اللي قالت لهم امل بانه عاونا بلا ما يعرف فاش عاونا، وبلي حتى ولد عمو تلاقى معاه في الشارع فاش كان خارج يلوح داكشي اللي عطاتو امل في الكرتونه، وغير شافوها تقول عاونو حتى هو ولا داكشي في طارو بلا ما يعرف حتى شنو اللي كان في داكشي. البوليس قالوا علاء كيفاش انت خدمتك راه كتفهم في هادشي؟ لا داعي نقولو الخدمة ديالو، واخا كترا ديال الدميات ما دخلك حتى شوية ديال الشك في داكشي. وما يقولوا لي البوليس لعلاء عندك واحد الكلب ياك؟ قال لي ما يا سيدي راه عندي. البوليس طابقوا الأقدام ديالو مع الآثار ديال الكلب اللي لقاو في الدميات في المسرح اللي وقع في هادكشي، ولقاو تطابق كبير. وهنايا البوليس عرفوا بلي علاء كان مشارك في هذيك القضية، وهنايا غير رجعوا عند صاحبتها نورا حتى هي قالت لهم نفس الكلام اللي قالت لهم أمل بلي دورات ليها باش تجيب طوموبيل تعاونها في شي زبل، عاوناتها بلا ما تعرف. واجهوها حتى هي البوليس وقالوا لها وديك البيسي ما شكيتي حتى شويه ان راه غادي تبيعو ومشي ديالها؟ قالت لهم لا سيدي. وهنايا غيقول للبوليس نقولوا البيسي ما رديتيش ليه البال، والطوارو ديال الزبل علاش فتو كاع الطوارو اللي قراب ليكم؟ واخا كانوا خاويين وبقيتو غاديين مسافه طويله عاد لحشو الميكا في الطارو اللي بعاد عليكم، وعلاش كل طارو كتلوحو فيه شويه ملي نتي ما فراسك والو؟ وهنايا البوليس ولا كلشي باين ليه، وعرف بان نوره واخا ما تكونش عاونات امل وعلى فداك الشيء باللي على الاقل راه عارفه القضيه وساكته، داكشي علاش حكموا على بعدم التبليغ ديال ديك القضيه الشنعاء واحتموا التليفونات اللي شرا ما عندهم بيسي. داكشي علاش كنقول لكم الخوت ما تشريوش شي حاجه وانتم ما متاكدينش منها، تابعوا التليفونات بتهمه شراء المسروقات. ومن بعد عام من مورا موقع داكشي عاد جا وقت الحكم على امل والبقيه، بالضبط نهار 2018/5/15 تحكمت على امل بالمؤبد وعلى تحكم عليه ب 20 عام بتهمه ديال المشاركه واخفاء معالم ديك القضيه. اما ولد عم علاء ونورا تحكم عليهم بثلاثه ديال السنين بتهمه ديال عدم التبليغ. القضيه كانت صعيبه والنهايه ديال داك السيد كانت اصعب. واحد الملاحظه الخوت، هاد المواضيع اللي كنجيبو فقط للعبره،
باش الانسان ياخذ الحيطه والحذر وباش ما يوقعش في نفس الغلط اللي كيوقعوا فيه هاد الناس. راه كيكونوا ناس عاديين وماشي مسلمين، ولكن في لحظه خطا كيتقلب حياتهم سفاه على عليها. الانسان فاش يفكر يدير شي خطوه تيضرب له 1000 حساب والاول والاخر. الله يبعد عليكم ويبعد علينا ولاد الحرام القوت. وهنايا كتسالي القضيه ديال النار والحلقه ديال النار. نتلاقاو في حلقه اخرى وفي قضيه اخرى. تهلاو في راسكم.